الفريق الوطني بالنسبه لهذه السنه ديال الجائحه ديال الكورونا. استعدادات بالنسبه للاستعدادات ديال المدير ديال هذا الوطن هذه السنه كتجي في ظرف خاص، ظروف خاصه. اذا حنا راه ديما كنديروا الاستعدادات العاديه، خاصه كاين اولا الوباء، الوباء ديال كوفيد اللي في اجراءات سياسيه كتخدم على مستوى المنطقه، بما في ذلك المحاربه ديال ساعات الاغلاق، المحاربه ديال الخارقين، الكمام، عدم حمل الكمامات، التباعد الاجتماعي اللي ما عندوش الاذن ديال الزياره للمدينه، اللي ما كيتوفرش الاذن الاداري للزياره. كاين كذلك الظرف الخاصه بالبلاد ديال المكتسبات اللي حققها السيد نصرو في شهر 12، كاين الاعتراف ديال السعوديه، كاين تقرير مع اسرائيل، كاين كذلك بالنسبه للمديريه العامه اللي ضغط واحد الصوره كذلك هذا العام السيد المدير عبد الدرجة السنه. اذا كاين كذلك بالنسبه للاجراءات اللي غنتاخذوا، كاين تقسيم القطاع لسته المناطق، كل منطقه كذلك كيصرف عليها رئيس دائره ومعها التعزيزات الكافيه من استلامات عامه، من الشرطه القضائيه، من المرور، من الدراجيين، من الحرس الترابي، القوات المساعده، السلطه المحليه، الخياله. اذا الكل متعبئ باش تنجح هذه الليله، وهذه كذلك كتميز انه القرار الحكومي بخصوص منع ديال الاحتفالات هذه السنه، اللي ما غتكونش احتفالات سواء الاماكن العموميه او الاماكن الخاصه، الديور، الفيلات اللي كيبغيو يمشيو يديروا احتفالات خاصه هي غتصدوا ليها. وغتكون المراقبه كذلك، كاين اماكن الثالثه مفروشة، كاين التمثيليات الخارجيه، كاين دار امريكا، كاين كلود موني، كاين ماكدو، كاين بزاف ديال الاماكن اللي هي غادا تكون الحراسه ديالها عن قرب، وغادي يكون فيها تعزيزات امنيه. اذا كنتمنى هذه الليله ان شاء الله تكون على احسن ما يرام. كنشكركم على تكثيف مجهوداتكم. شكرا على الاثاره وعلى المنابر الاعلاميه، الصحافه، المجتمع المدني، وهذا اعتزاز الاداره. شرفنا وشرفنا.